السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي إن شاء الله مع بعض هنشوف إزاي نعمل زخارف وأشكال في قلب الحيطة. يعني ممكن مثلا نمسك أي حيطة، وليكن مثلا الحيطة ديت وعايز أعمل فيها زخارف. كل اللي هعمله إيه؟ هاجي هنا أقول له إديت بروفايل. يعني إيه إديت بروفايل؟ يعني أنا عايز أعدل في البروفايل ده وأرسم أي حاجة. لو أنا مثلا على سبيل المثال جيت دي حدود الحيطة وطلعت كده، تمام، وغيرت فيها وخليتها بالشكل دوت وقلت له اوكي، هلاقي الحيطه حصل لها ايه؟ اتغيرت معايا بالشكل دوت. طب انا لو جيت على الحيطه قلت له ايدو بروفايل ورسمت اي شكل، يعني رسمت الخط ده مثلا كده، تمام، وجيت قطعت ديت، قطعت الحيطة على أساس إن أنا أقدر أخليها بالشكل دوت، كأن مثلا في حتة ناقصة في قلب الحيطة، وقلت له موافق. إيه اللي حصل؟ شكل الحيطة اختلف معايا واتغير بالطريقة دي. طب لو قلت له دي بروفايل ورسمت أي شكل جوه، المهم يكون شكله مغلق ويكون الشكل اللي بره برضه مغلق ومبقاش في أي تقاطع بينهم. تعالى نشوف الموضوع مع بعض. يعني لو جيت هنا ورسمت مثلا شكل بالشكل دوت، وقلت له موافق، قال لي ايه؟ قال لي في حاجه بالشكل مش مغلق. اقول له طب وريني فين؟ هيقول لي الاثنين دول لسه ما اتقطعوش. اقول له ماشي، اجي على الاداه ديت تريم او تي ار، اقول له ايه؟ موافق. ايه اللي حصل للشكل؟ اهو. طيب لو قلت له ايه البروفايل وجربت مثلا ان انا ارسم شكل بالطريقه ديت، هل هيوافق؟ تعال نشوف مع بعض. هيقول لي لا، لازم الشكل اللي بره يكون مغلق والشكل اللي جوه يكون مغلق. حتى لو عملت 1000 شكل يكون اللي بره مغلق واللي جوه كلهم مغلقين. ماشي، هاجي هنا اقول له ديليت. طيب لو جيت رسمت هنا مثلا الشكل دوت اللي هو شكل اسطواني مثلا اليبس، وقلت له شكل دايرة الشكل دوت، وقلت له ارسم لي ده قوس وقوس تاني وقوس تالت، وقلت له موافق مش هيعترض عليه. هيعترض امتى؟ لو في شكل فيهم تقاطع مع الشكل اللي بره او اي شكل من الاشكال اللي جوه. يعني قلت له كده هيقول لي انا مش فاهم ايه اللي جوه وايه اللي بره، فاقول له ايه؟ انهي المهمه دي. طيب تعال نشوف برضه حاجه عمليه. انا لو جيت على الحته ديت على سبيل المثال وقلت له عايز اعمل الشكل اللي جوه دوت، ممكن اقول له ايه بروفايل وتبدا بقى تقول له ايه. ممكن مثلا بالاداه ديت اللي هي بيك لاين، مجرد ان انا اعلم على الخط هو هيبدا يرسم لي الخط دوت، تمام. هقول له تي ال عشان تبقى الاشكال واضحه معايا، ممكن اوافق عليها بالشكل دوت. ولو انا عايز اعمل حاجه اكثر دقه هاجي هنا اقول له هات لي الخط ده مع الخط ده، تمام، واقول له بعد كده تي ار من هنا لهنا ومن هنا لهنا ومن هنا لهنا ومن هنا لهنا، تمام. ده كده عمل الشكل دوت. ممكن اروح معلم عليه على اساس ان انا اسرع الموضوع شويه واقول له ميرور درو اكسس، تمام. اهي ممكن برضو اقول له ايه ميرور درو اكسس مثلا من هنا لهنا، تمام. لا معلش دي جت غلط. ممكن نعملها ميرور مرتين او نرسمها، تمام. وممكن نقعد نعمل ميرور لحد ما الشكل كله يخلص معانا. هنا هحاول ان انا اعمل شوية مسافة بسيطة بين الشكل الاولاني والشكل اللي جوه. يعني ممكن اقول له ايه بيك لاين
ماشي، بس هقول له اوفست خلاها 100، واقول له ايه ابدأ يعمل بيك لاين. اقول له هنا 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 بيعمل ايه، اي مكان بعلم عليه بيك لاين بيبدأ يعمل لي اوفست 100. واقول له ايه موافق خلاص. بص شكله بقت عامله ازاي، لو دخلنا ايديت بروفايل تاني وبدأنا نكمل الشكل هتلاقي النقوش بتاعتنا كملت بطريقة شيك جدا. وممكن يعني تعال نرسم بس كده جزء صغير بكلاين، التيار اقول له ايه هات لي الشكل ده كده كله ما عدا الجزء ده، هدوس شيفت عشان اشيله، واقول له ميرور ثرو اكسس من اللي فين مثلا من هنا لهنا. تمام ده كده الشكل ده خلص. ممكن اقول له كوبي من هنا لهنا وبرضه من هنا لهنا ماشي. وممكن نعمل ايه بكلاين تاني لو انت عايز وترسم الجزء اللي بره ده. تمام طيب ممكن ان انا في عندي هنا حاسس ان في انخفاض مثلا او عايز ان انا اغير الشكل دوت، انزل سور البلكونه في الحته دي، اقول له ماشي نزل سور البلكونه من هنا لهنا لهنا لهنا، واعمل تريم عشان ابدا اغير شكل السور من فوق من هنا لهنا ومن هنا لهنا. تمام واقول له موش طلع معايا بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه دوت. تمام زي ما انت شايف الموضوع سهل وبسيط، ومجرد ان انت تعمل شكل ممكن بعد كده تاخده كوبي في اي حته تانية، تقدر تحطه في اي شكل تاني. هتلاقي ان انت لو رسمت جزء معين هتلاقي سهل ان انت ترسم الباقي، وهتلاقي ان الموضوع سهل وبسيط. طب انا دلوقتي خلصت اعمل، لو انا حسيت ان الشكل بتاعي مش مظبوط ولكن مثلا في الحته دي احنا كنا هنا بس ايه بنضرب امثله خفيفه، ممكن اقول له ايه ريسيت بروفايل. ريسيت بروفايل يعني رجع البروفايل زي ما كان اول مره، انا كنت بلعب شويه وخلاص زهقت، ممكن اقول له ايديت بروفايل. طبعا انت ممكن تبدا بقى تتفنن مثلا، يعني ممكن تكتب اي حاجه انت عايزها محدش يقولك لا. بس المهم القاعده اللي احنا قلناها ان كل شكل يكون مقفول. تمام تقدر ترسم حاجات اللي هي العماره العربيه والعماره الاسلاميه اللي هي النقوش، ممكن تكتب كلام زي ما انت عايز، وكان الكلام ليه طريقه برضو اسهل ان انا ممكن اقول له موديل تكست تبقى اسرع شويه في الكتابات شكل بارز. أتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط. أخوكم عمر سليم.